يقولون الأثرياء من الصعب أنك تبني ثروة، لكن من الأصعب أنك تحافظ عليها. سر من أسرار اليهود في المحافظة على ثروتهم يوزعونها لثلاث أثلاث. الثلث الأول ثروة متحركة في تجارة، تكون عندهم تجارة. الثلث الثاني ثروة مجمدة في البنك سيفينجز. الثلث الثالث ثروة استثمارية في أملاك. فش اللي يصير إذا انضربت واحدة من ثرواتهم؟ يدعمونها بالثلثين الثانيات اللي هم شغالين عشان يعيدون تنشيط الثلث المنضر. وهذا سر من أسرار اليهود أنت اليوم عرفته.